السلام عليكم أعزائي التلاميذ، عزيزتي التلميذات. جيت إن شاء الله اليوم باش نكملوا الملخصات ديال الدروس، باش هكا إن شاء الله تكونوا واجدين الوطني ديال 2020، باش يجيكم إن شاء الله ساهل وهكا تضمنوا دي بون نوت. يعني ما بقاش الوقت بزاف قدامنا، داكشي علاش اختاريت انني ندير ملخصات ديال كل درس. هاد الملخصات غادي نتناولوا فيهم اهم النقط اللي ممكن تحط في الوطني، يعني الدرس الاول كاين والدرس الثاني كاين، يعني غنديروا ملخص اللي غيكون داكشي اللي غادي يكون في هذا الملخص ان شاء الله الا تبعتوا معايا من اول الفيديو حتى لاخر الفيديو، هو اللي غادي يكون في الوطني، وهكا غتفهم الدرس بشكل اللي هويا سهل سهل جدا. الدرس اللي غنديروا ان شاء الله الملخص ديالو هو درس العضله الهيكليه، او ما يسمى بدور العضله الهيكليه في تحويل الطاقه. مي كنقولوا العضله الهيكليه، دور العضله الهيكليه في تحويل الطاقه، يعني ان هاد العضله هادي شنو كتاخذ؟ كتاخذ الطاقه الكيميائيه اللي هي على شكل ATP، كتاخذ الATP ولاش كتحوله؟ كتحوله على شكل حركه، يعني حركه هذيك الحركه ولا او التقلص، هاد الحركه هي على شكل طاقه ميكانيكيه. داكور، هنايا غنشوفوا شنو هي الشروط ديال التقلص، وشنو هي الاليه ديال التقلص، وشنو هي كذلك الشروط ديال التقلص، يعني مجموعه من النقاط اللي غنتناولوهم ان شاء الله في هذا الفيديو. غيتبعوا معايا من الاول الفيديو حتى الاخر باش هكا نشوفوا واحد الملخص اللي فيه كل شيء الدرس. دونك فاش كنطبق واحد الاهاجه معينه، واحد الشده معينه، ماشي اي شده كتعطيني استجابه ولا واحد رده فعل. رده فعل هي تقلص ديال العضله، ماشي اي شده، ولكن واحد العتبه معينه. هاد العتبه معينه ما كتساوي هاد العتبه كتسمى عتبه الاهاجه، كتساوي عتبه الاهاجه او ما يسمى بالريوباز، ولا كتكون كبر منها. يعني الا كانت كتساوي هاد القيمه هادي راه العضله كدير واحد رده فعل، الا ما كانش كتساويها العضله راه ما كديرش واحد رده فعل. دونك غنشوفوا الحالات مي كنطبقوا واحد الاهاجه واحده فعاله. مي كنقول اهاجه واحده فعاله يعني كتكون واحد رده فعل، يعني هذيك العضله كدير واحد الاستجابه. غنشوفوا الحاله فاش كنطبقوا واحد الاهاجه واحده فعاله، شنو الرسم اللي كتعطينا وشنو كيتسمى هذا الرسم. داكور، والحالة فاش كنطبقوا واحد جوج ديال الاهاجات اللي هما فعالتين حتى هما بدورهم ولكن متتاليتين وعندهم نفس الشده، والحالة عاوتاني فاش كنطبقوا واحد سلسله من الاهاجات اللي عندهم نفس الشده وكيكونوا متقاربين. نشوفوا الحاله الاولى. الحاله الاولى ملي كنطبقوا واحد الاهاجه واحده فعاله، ملي كنطبقوا واحد الاهاجه فعاله واحده كيعطيني واحد التسجيل. هاد التسجيل اللي كتشوفوا معايا هنايا ها هو يسمى بالرعشه العضليه. الرعشه العضليه ممكن يطيح هاد البارتي هادي ولا هاد الدرس يتحط في سدد المعارف يقول لك اعطيني مفهوم الرعشه العضليه. الرعشه العضليه ما هي الا تسجيل ديال ماذا؟ تسجيل ديال واحد الاستجابه عضليه نتيجه تهييج واحد العضله باهازه فعاله واحده. الرعشة العضلية هي عبارة عن استجابة العضلة لإهاجة فعالة واحدة، وتتكون ولا تنقسم إلى ثلاث، يعني هاد الرعشة العضلية كتنقسم إلى ثلاث. هنشوفو شنيا هاد المكونات ديال الرعشة العضلية. بالنسبة للمكون الأول كاين ما يسمى بمدة الكمون أو زمن الكمون، وكاين كذلك المكون الثاني اللي كتكون من الرعشة العضلية اللي هي مرحلة التقلص، وكاين كذلك مرحلة الارتخاء. غير نشوفوا شنو كنقصدوا بمدة الكمون. مدة الكمون هي ديك الفترة الزمنية الفاصلة ما بين اللحظة فاش درنا ديك التوقيت ولا اللحظة فاش درنا الإهاجة ولا التنبيه ولا الإهاجة، سي لا ميم شوز، فاش درنا الإهاجة وبداية الاستجابة. يلاه هذيك العضله يلاه بدات كتستجيب. هذيك المده الفاصله ما بين قلنا بدايه التنبيه او بدايه ولا عند تطبيق واحد الاهاجه وبدايه الاستجابه، هذيك المده تسمى بمده الكمون. كيف ما هنا التعريف هي الزمن الفاصل ما بين حادث التنبيه واستجابه العضله للتهيج. ندوزو المكون الثاني اللي كتكون منه الرعشة العضلية اللي هي مرحلة التقلص. مرحلة التقلص هي هاد المرحلة هادي من هنايا حتى لهنا. مرحلة التقلص شنو كنقصد؟
اهم النقط اللي ممكن تحط في الوطني، يعني الدرس الاول كاين والدرس الثاني كاين، يعني غنديروا ملخص اللي غيكون داكشي اللي غادي يكون في هذا الملخص ان شاء الله الا تبعتوا معايا من اول الفيديو حتى لاخر الفيديو، هو اللي غادي يكون في الوطني، وهكا غتفهم الدرس بشكل اللي هو سهل سهل جدا. الدرس اللي غنديروا ان شاء الله الملخص ديالو هو درس العضله الهيكليه او ما يسمى بدور العضله الهيكليه في تحويل الطاقه. مي كنقولوا العضله الهيكليه، دور العضله الهيكليه في تحويل الطاقه، يعني ان هذه العضله هذه شنو كتاخذ؟ كتاخذ الطاقه الكيميائيه اللي هي على شكل ATP، كتاخذ الATP ولاش كتحوله؟ كتحوله على شكل حركه، يعني حركه، هذيك الحركه ولا او التقلص، هذه الحركه هي على شكل طاقه ميكانيكيه. داكو، هنايا غنشوفوا شنو هي الشروط ديال التقلص وشنو هي الاليه ديال التقلص وشنو هي كذلك الشروط ديال التقلص، يعني مجموعه من النقاط اللي غنتناولوهم ان شاء الله في هذا الفيديو. غير تبعوا معايا من الاول الفيديو حتى الاخر باش هكا نشوفوا واحد الملخص اللي فيه كل شيء الدرس. دونك فاش كنطبق واحد الاهاجه معينه، واحد الشده معينه، ماشي اي شده كتعطيني استجابه ولا واحد رده فعل، رده فعل هي التقلص ديال العضله، ماشي اي شده، ولكن واحد العتبه معينه. هاد العتبه معينه ما كتساوي هاد العتبه كتسمى عتبه الاهاجه، كتساوي عتبه الاهاجه او ما يسمى بالريوباز، ولا كتكون كبر منها، يعني الا كانت كتساوي هاد القيمه هذه راه العضله كدير واحد رده فعل، الا ما كانش كتساويها العضله راه ما كديرش واحد رده فعل. دونك غنشوفوا الحالات مي كنطبقوا واحد الاهاجه واحده فعاله. مي كنقول اهاجه واحده فعاله يعني كتكون واحد رده فعل، يعني هذيك العضله كدير واحد الاستجابه. غنشوفوا الحاله فاش كنطبقوا واحد الاهاجه واحده فعاله، شنو الرسم اللي كتعطينا وشنو كيتسمى هذا الرسم. داكو، والحاله فاش كنطبقوا واحد جوج ديال الاهاجات اللي هما فعالتين حتى هما بدورهم ولكن متتاليتين وعندهم نفس الشده، والحاله عاوتاني فاش كنطبقوا واحد سلسله من الاهاجات اللي عندهم نفس الشده وكيكونوا متقاربين. نشوفوا الحاله الاولى. الحاله الاولى ملي كنطبقوا واحد الاهاجه واحده فعاله، ملي كنطبقوا واحد الاهاجه فعاله واحده كيعطيني واحد التسجيل. هاد التسجيل اللي كتشوفوا معايا هنايا ها هويا يسمى بالرعشه العضليه. الرعشه العضليه ممكن يطيح هاد البارتي هادي ولا هاد الدرس يتحط في سداد المعارف يقول لك اعطيني مفهوم الرعشه العضليه. الرعشه العضليه ما هي الا تسجيل ديال ماذا؟ تسجيل ديال واحد الاستجابه عضليه نتيجه تهييج واحد العضله باهاجه فعاله واحده. الرعشة العضلية هي عبارة عن استجابة العضلة لإهاجة فعالة واحدة، وتتكون ولا تنقسم إلى ثلاث، يعني هاد الرعشة العضلية كتنقسم إلى ثلاث. هنشوفوا شنو هي هاد المكونات ديال الرعشة العضلية. بالنسبة للمكون الأول كاين ما يسمى بمدة الكمون أو زمن الكمون، وكاين كذلك المكون الثاني اللي كتكون من الرعشه العضليه اللي هي مرحله التقلص، وكاين كذلك مرحله الارتخاء. غير نشوفوا شنو كنقصدوا بمده الكمون. مده الكمون هي ديك الفتره الزمنيه الفاصله ما بين اللحظه فاش درنا ديك التوقيت ولا اللحظه فاش درنا الاهاجه ولا التنبيه ولا الاهاجه سي لا ميم شوز، فاش درنا الاهاجه وبدايه الاستجابه، يلاه هذيك العضله يلاه بدات كتستجيب. هذيك المده الفاصله ما بين قلنا بدايه التنبيه او بدايه ولا عند تطبيق واحد الاهاجه وبدايه الاستجابه، هذيك المده تسمى بمده الكمون. كيف ما هنا التعريف هي الزمن الفاصل ما بين حادث التنبيه واستجابه العضله للتهيج. ندوزو المكون الثاني اللي كتكون منه الرعشه العضليه اللي هي مرحله التقلص. مرحله التقلص هي هذه المرحله هذه من هنايا حتى لهنا. مرحله التقلص شنو كنقصد؟ كيف ما قلت لكم المرحله الثانيه هي مرحله التقلص. هذه المرحله هذه شنو كنقصد بها؟ هي الفتره التي يتم فيها تقلص العضله، يعني العضله كتقلص فيها وبالتالي انخفاض طول ديال العضله، طول العضله ينخفض. كاين المرحله الثالثه وهي مرحله الارتخاء. مرحله الارتخاء هي المرحله من هنايا حتى الحدود هنا. داكو،
هاد مرحله الارتخاء هي هذيك المرحله فاش كترجع العضله للطول ديالها الاصلي، كترجع لطولها الاصلي، هي الفتره التي تسترجع خلالها العضله طولها الاصلي. هادو بالنسبه للرشه العضليه. يعني الا قال لك عطيني تعريف ديال الرشه العضليه شنو غتقول لي؟ غتقول لي هي استجابه العضله لاهجه فعاله واحده وتنقسم الى ثلاث: مده الكمون وهي الزمن الفاصل ما بين حادث التنبيه واستجابه استجابه العضله ولا بدايه استجابه العضله للتهيج، وفعاله اخرى مرحله التقلص وهي الفتره التي يتم فيها تقلص العضله وبالتالي انخفاض طول العضله، ومرحله ثالثه فعاله ثالثه مرحله الارتخاء هي الفتره التي تسترجع خلالها العضله طولها الاصلي. وهنا غتكون عطيتي التعريف ديال الرعشه العضليه. داكو غندوزو دابا الحاله الثانيه فاش كنطبقوا عند تطبيق اهاجتين فعالتين متتاليتين، جوج ديال الاهاجات ولكن متتاليتين وعندهم نفس الشده. مي كنطبقوا جوج على حسب فين طبقنا هذيك الاهاجه الثانيه، كيخرجوا لي ثلاثه ديال الاشكال او ثلاثه ديال الحالات، كاينه الحاله الاولى وكاينه الحاله الثانيه والحاله الثالثه. في الحاله الاولى كيخرجوا لي ما يسمى برعشتين معزولتين، رعشتين معزولتين ها هما كيف ما كتشوفوا، هذه الحاله ديال رعشتين معزولتين. امتى كنطبقوا الاهاجه الثانيه؟ هنايا فاش كنبغي اي رعشه كنطبق اهاجه، واحد الاهاجه كنطبق هنايا اهاجه كتشكل لي رعشه. داكو يعني كنطبق انا الاهاجه الثانيه. امتى كنطبق الاهاجه الثانيه؟ كنطبق الاهاجه الثانيه حتى كتنتهي الرعشه الاولى. يفو كتسالى مرحله التقلص ومرحله الارتخاء بجوج بهم كتسالى كومبليتوم عاد باش كنطبقوا حنا الاهاجه الثانيه، وبالتالي كتعطيني رعشه اخرى وكتعطيني الحالات ديال الرعشتين اللي هما معزولتين. هذه الحاله الاولى. ندوزو الحاله الثانيه. الحاله الثانيه هذا يسمى بالالتحام غير تام، التحام غير تام او ناقص. هذا الالتحام الغير تام امتى كنطبقوا الاهاجه الثانيه؟ هنا طبقنا الاهاجه الاولى، هنا طبقنا الاهاجه الثانيه. نطبق الاهاجه عند تطبيق الاهاجه الثانيه في مرحله، اش من مرحله هذه؟ في مرحله ارتخاء الرعشه الاولى. في مرحله هي كيف ما كتشوفوا مرحله ارتخاء الرعشه الاولى كنطبقوا الاهاجه الثانيه وكيعطيني ما يسمى بالتحام غير تام او ناقص. وكاينه الحاله الثالثه ملي كنطبقوا، امتى كنطبقوا الاهاجه الثانيه؟ كنطبقوا الاهاجه الثانيه في مرحله تقلص، هنا في مرحله تقلص الرعشه السابقه او الرعشه الاولى، وبالتالي كيعطيني التحام تام. يعني هذيك الرعشه الاولى والثانيه عاود ما يكونوا جوج غيلتحموا وغيشكلوا لي واحد رعشه واحده، هذه كتسمى بالالتحام التام. جيسبر يكون واضح. وهنا راه عندكم التلخيص، يعني الحاله الاولى شنو كنسميوها بالحاله الثانيه الحاله الثالثه. ممكن يقول لك اعطيني تعريف الالتحام الغير تام، شنو غتقول لي؟ تقول لي كتعريف عند تطبيق نحصل على هذا الالتحام غير التام عند تطبيق الاهاجه الثانيه في مرحله، في مرحله ديال الارتخاء ديال الرعشه الاولى او السابقه. هذا هو التعريف. ولا عطاوك لا ميم شوز، الا عطاوك الالتحام التام غتقول ليه عند تطبيق الاهاجه الثانيه في مرحله تقلص الرعشه الاولى. وهنا غتكون جاوبتي على الالتحام الغير التام والالتحام التام. جيسبر يكون واضح. غندوزو ملي كنطبقوا الحاله، فاش كنطبقوا سلسله ديال الاهاجات الفعاله اللي عندها نفس الشده وكتكون متقاربه. داكو عندي هنايا جوج ديال الحالات. عندي هذا الرسم هذا اللي كتشوف فيه اللي هو عباره عن ترددات اللي هي ذات اهاجات ضعيفه، وواحد كيخرج لي واحد تسجيل عضلي متموج على هذا الشكل. ملي تشوف هذا الشكل هذا راه هو الكزاز الناقص او الغير التام. وملي كيخرج لك بحال هذا الشكل هذا على شكل تسجيل عضلي، هنايا تسجيل عضلي. اما الان نمر الى الحاله الثالثه عند تطبيق اهاجات متتاليه، هاد المره عندها نفس الشده ولكن لمده طويله. ملي كنطبقوا واحد الاهاجات اللي كتكون متتاليه وعندها نفس الشده والمده طويله، العضله بيان سو كتولي واحد العضله هي متعبه
وكتسجل واحد الظاهره اللي كتسمى بالعياء العضلي، ظاهره العياء العضلي. داكو هاد العياء العضلي يتجلى في ماذا؟ فاش كنشوفوه؟ ملي كنشوفو التسجيل، التسجيل ديال دوك ملي كندير اهاجه كنشوفو داك الاستجابه، التسجيل ديال مختلف الاستجابات كيتجلى في ماذا؟ كنلاحظوا ان مده الكمون، قلنا هي المده الفاصله ما بين الاهاجه وبدايه الاستجابه، كتزاد المده ديال الكمون كتولي طويله، يعني العضله كتولي كتستجيب ولكن لمده طويله. داكوغ. وكذلك النقطه الثانيه اللي كنلاحظوا انه كتزاد مده الرعشات العضليه، يعني المده ديال الرعشه العضليه مرحله التقلص والارتخاء كتزاد هاد المده هادي، هاد المده هادي بعد ما كانت اشاك فوا قد ما زدنا هذوك الاهاجات قد ما كتزاد هذيك المده ديال التقلص العضلي، يعني مرحلتي الارتخاء والتقلص كيتزادوا، المده ديالهم نفسهم كيتزادوا. كذلك كنلاحظوا نقصان وسع الرعشات العضليه، كيف ما كتشوفوا في الاول فاش كان شده الاهاجات كان العدد ديالهم شويه قليل، قد ما حنا وكنزيدوا في الاهاجات قد ما هذيك الوسع ديال الرعشات العضليه قد ما غادي وكينقص. شوف كيفاش كان هنايا وهنايا غادي وكينقص كيف ما كتشوفوا. هذا هو ما يسمى العياء العضلي، يعني العياء العضلي هو نتيجة ماذا؟ هو نتيجة تطبيق سلسلة من الإهاجات المتتالية ولمدة طويلة، ويتجلى في زيادة مدة الكمون وزيادة ديال مدة الرعشة العضلية ونقصان ديال وسع الرعشات العضلية. هذا هو ما يسمى بالعياء العضلي. دابا غنمرو غندوزو الظواهر المرافقة للتقلص العضلي. كاين مجموعه من الظواهر، كاين الظواهر ما يسمى بالظواهر الحراريه، وكاين كذلك الظواهر الكيميائيه والطاقيه. حنا هنا غنتناولوا غير الظواهر الحراريه، والظواهر الكيميائيه والطاقيه غادي نشير لهم ان شاء الله. بالنسبه للظواهر الحراريه اللي كتكون مرافقه للتقلص العضلي، كاينه ما يسمى بالحراره الاوليه وكاين الحراره المتاخره. هاد الحراره الاوليه كتكون المده ديالها قصيره، وهاد الحراره الاوليه يتم طرحها في جزئين، كيتم الطرح ديالها اثناء التقلص، اثناء التقلص وكيتم كيف ما قلت لكم طرحها في جزئين، الجزء الاول كيتم طرحه اثناء التقلص والجزء الاخر كيتم طرحه اثناء الارتخاء. يعني هنا فين كاينه الحراره الاوليه اثناء التقلص العضلي، وشكون اللي مسؤول على هاد الحراره الاوليه؟ بيانسور مسؤول عليه ظواهر او تفاعلات. التفاعل اللي مسؤول على الحراره الاوليه هو ظاهره، ديجا كنا شفناها في الدرس الاول، ظاهره التخمر. اللي مسؤول على الحراره الاوليه هو ظاهره التخمر. ندوزو الحراره الثانيه او النوع الثاني، كي الحراره المتاخره. هاد الحراره المتاخره كتكون المده ديالها طويله وكيتم طرحها اثناء انتهاء تقلص العضلي. منين كتالى التقلص العضلي عاد باش كيتم طرح ديك الحراره المتاخره. وشكون اللي مسؤول على هاد الحراره المتاخره؟ مسؤول عليها كذلك تفاعل او ظاهره كنا شفناها في الدرس الاول اللي هي التنفس، هو اللي مسؤول على الحراره المتاخره. هذا فيما يخص الظواهر الحراريه. دابا غادي نشير الظواهر، غادي نعطي نقاط في الظواهر الكيميائيه والطاقيه. بالنسبه للظواهر الكيميائيه والطاقيه شنو كنلقاو فيها؟ ازدياد حجم ديال الاوضو المستهلك، داك الاوضو اللي كيكون كيتوزع على مختلف الاعضاء كيتزاد، وبلاطو بالضبط العضلي يعني كيتزاد حجم ديال الاوضو المستهلك كيولي كيتزاد. كذلك حجم ديال ولا كميه الجليكوز المستهلكه حتى هي كتزاد، حتى العضله كتولي كتحتاج الجليكوز هنايا كثر. كذلك حجم الاوضو، قلنا حجم الدم وكميه الجليكوز، هادو فيما يخص الظواهر الكيميائيه. كاين كذلك ظواهر اللي هي طاقيه، يعني ان العضله كيف ما قلنا في الاول العضله ضروري خاصها طاقه، خاصها طاقه كيميائيه على شكل اي تي بي باش انها تقدر دير واحد التقلص اللي هو. اما الان نمر الى بنيه العضله الهيكليه.
باش موراها ان شاء الله غندير اليه التقلص العضلي او مراحل التقلص العضلي. باش نفهموا هذه الاليه ديال التقلص العضلي ضروري خصنا نشوفوا بنيه العضله الهيكليه منين كتكون. كيف ما كتعرفوا ان العضله الهيكليه كتكون مثبته على العظام وفيها جزئين، واحد الجزء احمر كتشوف في اللحم داك الجزء الاحمر يسمى بطن العضله، وهو علاش اللون ديالو احمر؟ حيت فيه واحد البروتين يسمى بالخضاب العضلي، وواحد الجزء كذلك ابيض يوجد في النهايه ديال العضله يسمى وتر العضله. كيف ما كتشوفوا معايا ان هذه العضله هذه كتكون من مجموعه من الحزم، هاد الدواور هادو هما عباره عن حزم، والسباس اللي كاين بيناتهم يعني هذا الفراغ اللي كاين بيناتهم يسمى بالنسيج الضام. كل حزمه الا خديناها ما هي الا عباره عن مجموعه من الالياف العضليه، مجموعه من الالياف العضليه، وكل ليف عضلي يتكون من خيوطات صغيره جدا تسمى بالليفات العضليه. خصنا نعرفوا شنو كنقصد بالليف العضلي وشنو هي المكونات ديال الليف العضلي. الليف العضلي هو عباره عن خليه، كتكون خليه كبيره جدا وكتكون متعدده النواه، بها مجموعه من النواه كيف ما كتلاحظوا. بالنسبه للسيتوبلازم ديالها يسمى بالساركوبلازم، بينما الغشاء السيتوبلازمي ديالها يسمى بالساركوليم. في الداخل ديال هذا الليف العضلي كاين مجموعه من الليفات العضليه، وكل ليف يتواجد بيان سور كيكون واحد التناوب فيه مناطق فاتحه ومناطق داكنه، وكاين يعني كتعاود واحد الوحده اللي كتبقى كتعاود في هذا الليف، كاين واحد الوحده كتبقى كتعاود اللي كتسمى بالساركومير. وغنشوفوا البنيه ديال الساركومير. دونك هنا عندي مظهر ديال او بنيه الساركومير، منهاش كيتكون هذا الساركومير. ساركومير كيفصل ما بين حزين زيد وزيد، ها هو الحز زيد الاول والحز زيد الثاني. هاد ما بين هاد الحز زيد والحز زيد هنايا يسمى بالساركومير. وهاد الساركومير الى عطاو لينا كتعريف، قالك عطيني تعريف مثلا الساركومير، شغنقول هو عباره عن وحده بنيويه ووظيفيه للعضله، يعني هي هاد البنيه هي اصغر وحده كتبقى كتعاود في على مستوى العضله. في الساركومير كنلقاو قلنا بين حزين زاد، وكاين هنا هاد المنطقه هادي كاينه منطقه فاتحه، هنا منطقه فاتحه، وبيناتهم من هنا اللي فين كاينين الخيوطات هذه كتسمى المنطقه الداكنه. هذه منطقه فاتحه، منطقه فاتحه، وهنايا منطقه داكنه. في المنطقه الداكنه كاين واحد المنطقه في الوسط كتسمى المنطقه اش. الى لاحظتوا معايا انطلاقا من هاد الشكل هذا في هاد المناطق، سواء المنطقه الداكنه ولا المنطقه الفاتحه، كاين مجموعه من الخيوطات. في المنطقه الفاتحه كاينين خيوطات اللي هي دقيقه جدا، هاد الخيوطات هادو، هاد الخيوطات خيوطات دقيقه تسمى خيوطات الاكتين. يعني المنطقه الفاتحه تتوفر فقط على خيوطات دقيقه تسمى بخيوطات الاكتين، بينما المنطقه الداكنه اللي شد ليا من هنا تقريبا حتى لهنا فيها خيوطات الاكتين، هاد الخيوطات الدقيقه، بالاضافه الى خيوطات الميوزين. منطقه الداكنه تتوفر على خيوطات الاكتين وخيوطات الميوزين، بينما المنطقه الفاتحه تتوفر على خيوطات الاكتين فقط. وهذه المنطقه اش اللي كتجي في الوسط ديال المنطقه الداكنه فيها فقط خيوطات الميوزين اللي هي عباره عن خيوطات اللي هي سميكه جدا. دونك غنشوفوا بالنسبه للبروتينات المشكله لهاد الخيوطات العضليه. قلنا كاين خيوطات الاكتين هي خيوطات دقيقه فيها ثلاثه ديال البروتينات، كاين بروتين ديال يسمى تروبونين، وكاين بروتين اخر يسمى تروبوميوزين، وكاين بروتين اخر يسمى الاكتين. عقلوا مزيان، كتحط في سرداد المعارف. بالنسبه لخيوطات الاكتين فيها تروبونين، فيها ثلاثه ديال بروتينات، فيها بروتين يسمى تروبونين، وكاين تروبوميوزين، وكاين الاكتين. الوغ
دونك هنا عندي بنيه الاكسين، هنا بنيه الميوزين. كيف ما سبق قلت لكم ان الميوزين هو عباره عن جزيئات من الميوزين، بحيث ان كل جزيئه من الميوزين كتكون من واحد الساق ومن راسين ديال الميوزين. والاكسين قلنا انه كتكون من ثلاثه، هاد الدواور اللي كتشوفوا فيهم الخيط هما بروتين باردون ديال الاكسين، وهاد الخيط هذا اللي هاد الخيط هذا اللي دايز هنايا هو التروبو ميوزين، وهاد هادو اللي هنايا البروتينات اللي على هاد الشكل هما تروبونين. داكو بالنسبه لهاد المراحل اللي غنحاول نشرحهم، دونك قلنا اول حاجه الاهاجه، مور الاهاجه تحرير سي ادو بلس، ولا خرج سي ادو بلس من الشبكه السيركوبلازميه. هاد سي ادو بلس منين كيخرج كيجي وكيرتبط بتروبونين. التروبونين كيجي كيرتبط هنا، كيرتبط على فوق التروبونين، كيرتبط مع التروبونين، وبالتالي هاد التروبوميوزين كان مغطى لينا هاد المواقع ديال الارتباط، ها هما يغطيهم. شوف مواقع ارتباط الاكتين بميوزين كيتم ازاحه ديالهم، يعني كيحيدوا باش كيبقاو يبانوا ليا هاد المواقع ديال ارتباط الاكتين بميوزين. داكو، وموراها كيوقع ارتباط هنايا، ها هو الاكتين كاين في مواقع قلنا كيرتبط الاكتين برؤوس الميوزين، كيرتبطوا هنايا. ومين كيرتبطوا كتبقى حلمات الاتي بي، حلمات الاتي بي سيتادير الاتي بي كيتفكك الى ADP الى PE وكيحرر واحد الطاقه. هاد الطاقه كتساعد رؤوس الميوزين باش بيان سور كتساعدهم في الدوران، وبالتالي شنو كيوقع كيتحركوا هذيك الاكتين، كيتحرك الاكتين نحو مركز الساركومير في الوسط، وبالتالي تقلص العضلي. دونك هادو هما الاحداث، هادو احداث حفظوهم ضروري، يعني خصك تفهمهم وميم طون خصك تحفظ هاد المراحل، حيت الشكي تعطاو بكثره هكا غديرهم في شكل عوارض احسن. دونك هادو فيما يخص الاحداث المؤديه الى حدوث التقلص العضلي. دابا غندوزو قلينا اخر فقره في الدرس اللي هي طرق تجديد الاتيبي. طرق تجديد الاتيبي كاينين ثلاثه ديال الطرق، كاين طرق سريعه لا هوائيه، يعني ملي كنقول سريعه لا هوائيه ما كتحتاج الO2، وكاين طرق متوسطه السرعه اللاهوائيه، وكاين طرق البطيئه. غنشوفوا كل وحده المعادله بيان سور ديالها اللي كتهمها. بالنسبه للطرق السريعه اللاهوائيه كاين الفصفره ديال الADP، يعني الADP زائد ADP، ADP كيتجمع مع ADP كيعطيني ATP زائد AMP، يعني ادينين مونوفوسفات، هذا كنقول الفوسفرات ديال ADP. وكاين كذلك تفاعل اخر اللي هو استهلاك الفوسفوكرياتين. الADP كيتفاعل مع الفوسفوكرياتين CP، ملي كيتفاعل مع بينسو كيعطي واحد كيعطي هنايا واحد البي باش يعطيني الATP، وكيتم تحرير الكرياتين. هادو طرق سريعه لا هوائيه، ما كتحتاجش ابدا، ما كتحتاجش الوجود ديال اودو، ودغيا كتم يعني فواحد المده اللي هي وجيزه. هادو خصكم تحفظوا المعادلات ديالهم، هادو بالنسبه للطرق السريعه اللاهوائيه. غندوزو بالنسبه للطرق المتوسطه اللاهوائيه، هي متوسطه يعني في السرعه وما كتحتاجش الاودو، اللي هي التخمر اللبني. التخمر اللبني خصكم ضروري تكون حافظ المعادله ديالو، اللي هو الجلوكوز زائد جوج ADP زائد جوج PE كتعطيني جوج CH3 CHOH CO OH، اللي هو الحمض اللبني، زائد جوج ديال لي زاتيبي. هادي ضروري خصكم تحفظوا المعادله ديال التخمر اللبني. واخيرا الطرق البطيئه الهوائيه، يعني اللي كتحتاج واحد المده، كيف ما كتعرفوا ان التنفس كيحتاج واحد المده بحكم المراحل اللي فيه، كيحتاج واحد المده، وكيحتاج الاودو هوائيه، يعني كتحتاج الاودو ضروري خصني نكون حافظ المعادله كذلك ديال التنفس، اللي هي الجلوكوز زائد 6 ديال لي O2 زائد 38 ADP و PE، بحكم كيعطينا تنفس 38 ADP، كتعطيني 6 ديال CO2 زائد 6 ديال جزيئات الماء زائد 38 ADP. يعني هاد المعادلات خصكم ديروهم في واحد الورقه، سيغتو
نعم كيف ما قلت لكم المعادلات ضروريين. هاد المعادلات اللي هما بصاد ديال تجديد الاي تي بي، عندكم باربع ديال المعادلات هادو خصكم تضبطوهم مزيان، وكذلك المعادلات اللي كنت درتهم لكم ديجا في الملخص ديال الدرس الاول ديال التنفس والتخمر، راه تناولنا في ملخص ديال الدرس الاول في الفيديو الاول اللي درت لكم، تناولنا اهم معادلات اللي خصكم تكونوا حافظينهم عن ظهر قلب وما خصكمش تنساو عليهم. دونك هنايا كنكونوا سالينا الدرس ديال العضله الهيكليه ولخصناه يعني بطريقه اللي هي بسيطه اللي ما غتاخذش منك الوقت بزاف، وطرقنا لاهم النقط اللي كتحط في الوطني باش هكا ان شاء الله غالبا ما هاد بالنسبه لهاد الدروس الاولى راه كاينه في الوطني سيغ سيغتان، الدروس الاولى كاينه في الوطني غير هما غيكونوا نقاط عليهم. دونك حاولوا انكم ما تغطوش هاد لي نوت ديال هاد الدروس الاولى، لان هاد الدروس اللي هي بسيطه وسهله وحنا لخصناها، غير حاولوا انكم تبعوا الفيديو من الاول حتى الاخر باش هكا تضبطوا مختلف النقط اللي درتهم في الملخص، راهما اللي كتحطوا في الوطني. وكنقول لكم بون شانس لجميع التلاميذ ان شاء الله ديال السنه الثانيه بكالوريا، وحتى الفيديو المقبل ان شاء الله غندير لكم تلخيص ديال الدرس ديال اول وحده ديال الخبر الوراثي.